arrivati nel posto del futuro, perché Dubai è il posto del futuro. في المستقبل. أنا متعود لأني أتيت إلى هنا مع زينة، دائما أتي هنا في شهر ديسمبر. أنا في مدة 4 سنوات أنا أعرف جيدا هذا البلد، شاهدت جمال وضيافة كبيرة. Yes, first of all, it is our honor to be here and to be invited by you. This country, Dubai, is the country of the future. I already knew Dubai because while I was coaching Zenit, I had already been here four times during the off-season in December. So I already knew what I was going to expect here. And it was nostalgic and beautiful. Let's talk about the match. Did he face a difficult team? هل هو واجه فريق صعب؟ وهذا السبب لأنه خسر في هذه المباراة في 4-3. بالفعل فريق صعب للنتيجة، لأنهم قدموا أداء أفضل من أدائنا. أريد أن أهني هذا الفريق. كانت لدينا الصعوبة في هذه المباراة لترجمة بعض الفرص، لكننا في بداية المباراة لعبنا لكنهم لعبوا مباراة جيدة. هو ايضا بالنسبه لنا كانت تدريبا جيدا وكانت مباراه جيده في لكي يحضرونا في دوريهم. اريد ان اهنئهم وابارك لهم في هذه بهذا الانتصار. كانت مباراه صعبه لاننا لعبنا ضد فريق صعب وهم يستحقون الفوز وكانوا افضل مننا في المباراه. لم تكن لدينا مباراه سهله لان لدينا لاعبين مصابين وايضا لاعبين ايضا يلعبون مع المنتخب ولم يكونوا متاحين في هذه المباراة، لكننا لعب مباراة جيدة ضد فريق محترم صعب، وأعتقد أنهم يستحقون، وأتمنى أن يكون لدينا هذه المباراة تجربة جيدة لهم لكي يستمرون في التدريب والدوري في المستقبل. ما هي طموحات المدرب سباليتي في المستقبل؟ ماذا ينتظر أو يتوقع من فريقه أو أن يفوز بأي بطولة في الموسم القادم؟ نريد أن نطور من أدائنا وليس سهلا، لأننا بالفعل لعبنا بشكل جيد في الأياب في الدوري، خاصة أدوا بشكل لعبنا مباراة دورة الأياب بشكل جيد. يجب علينا أن نستمر كما ونعمل باستمرارية لما عملنا في هذا السنة. اللاعبين أدوا بشكل جيد وأنا فخور جدا باللاعبين، ونريد أن نحسن من أدائنا ونريد أن نفوز ببعض الشيء ونريد أن نبدأ من حيث انتهينا. سؤالي الأخير، أنا أعرف أنك تفهم الإنجليزية، كانت لديك فرصة لكي تدرب في الإمارات. أنا تكلمت مع فالتر زينغا لأنه صديق حميم لك. ما هي فكرتك عن دورينا؟ وأيضا لو أتت إليك الفرصة لكي تدرب في الإمارات. أنا أعرف بشكل جيد هذا الدوري لأنني تعرف لدي أصدقاء ومدربين دربوا في هذا الدوري، وأيضا وهم مدربين كبار مثل فالتر زينغا. وأيضا كنافارو كان مدربا. أعرف أنه دوري لديه من الآفاق في المستقبل، ولما لا تكون لي خبرة وتجربة في هذا البلد الجميل في هذه الدورة الجميل. وأيضا دائما أريد أن أتعلم شيئا جيدا أو جديدا في المستقبل. أنا أعرف بشكل جيد هذا الدوري لأن لدي أصدقاء يدربون في مثل فالتر زينغا وكنافارو. بالطبع من يدري، إذا فرصة أن تكون لي تحدي جديد لأن الدوري. شكرا جزيلا. نحن يشرفنا.